كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021 بلغ 1727 منتفعا، ما يعكس استمرار تصاعد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقته، ليبلغ الإجمالي نحو 8238 مستفيدا وبوتيرة متصاعدة منذ العام 2013. وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تقيم وبشكل مستمر برنامج مزايا سعيا لطرح المزيد من المبادرات والتسهيلات الإسكانية التي يحتاجها المواطن من أجل خدمات فورية بعيدا عن قائمة الانتظار، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتلبية للالتزامات الواردة ببرنامج الحكومة. وأكد الحمر أن المناخ الاقتصادي والتسهيلات العقارية الميسرة التي توفرها الحكومة كقاعدة عمل للقطاع الخاص ساهمت في إنجاح مزايا من خلال تقديم التسهيلات المثلى للمطورين العقاريين، إلى جانب خلق بيئة تحفيزية عززت الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص، مشيرا إلى أن ظروف جائحة كورونا لم تحد من تقديم الخدمات للمواطنين عبر الحضور الشخصي إلى مبنى الوزارة أو من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الإسكان.